الله. أشاد أهالي كركوك بمختلف مكوناتهم بدور قوات البيشمركة في حماية أرواح وممتلكات المواطنين دون تمييز، مشيرين إلى أن الكركوكيين يؤدون مراسم العيد في ظل أجواء يسودها الأمن والأمان. مواطنو كركوك أكدوا أن قوات البيشمركة تسهر على أمن وسلامة أهالي كركوك دون تمييز من خلال وقوفها بوجه الإرهابيين. يشار خالد استطلع آراء الأهالي في سياق هذا التقرير. أشاد أهالي كركوك بدور قوات البيشمركة في الدفاع عن أرواح وممتلكات كركوك وأهلها دون تمييز، معبرين عن فرحهم الغامر بسماع أنباء دحر الإرهابيين على يد أبطال قوات البيشمركة وفي جميع القطاعات، مشيرين إلى أن عوائل كركوك تنعم بفرحة العيد بفضل الأمان والاستقرار الذي يخيم على مدينة كركوك، مشيدين في الوقت ذاته بروح الأخوة والتعايش السلمي الذي يربط أهالي كركوك. نعيش مع العرب والأكراد والمسيحيين، لا نفرق بين أحد منهم، ونعيش عيشة أحسن من هالوضع. والبيشمركة ما شاء الله يقومون بواجهاتهم الرئيسية في الجبهات القتالية. احنا عايشين كركوك الحمد لله بين العرب والأكراد والتركمان، كلنا إخوة وماكو أي مشكلة لحد الآن في مدينة كركوك. وإحنا نشكر موقف البيشمركة اللي قاموا وصدوا الداعشيين وغيرهم. المواطنون أشاروا إلى أن مدينة كركوك اليوم تنعم بالأمان والسلام مقارنة بالأوضاع في المحافظات الأخرى، وخروج العوائل مع أطفالهم للتمتع بأفراح العيد ما هي إلا دليل حرص قوات البيشمركة في حفظ الأمان والاستقرار بكركوك وأهلها. البيشمركة حضنتنا ووفرت لنا الأمان والاستقرار وقائمة بواجبها بصور جيد. بيشمركة على الرأس ونتشرف بها وما قصرت من ناحية الأمور كلها. يعني الدور الكبير والبطولي لقوات البيشمركة في الوقوف بوجه الإرهابيين أصبح محط فخر واعتزاز من جميع أبناء كركوك على حد سواء. يشعر خالد، فضائية كركوك. إلى ذلك